هذه اللحظات الأولى لاختراق الثوار حصون وتحصينات عصابات الأسد هنا في منطقة الراموسة. نحن الآن على الشارع الرئيسي في منطقة الراموسة، جاري تمشيط المنطقة بشكل كامل. بعد التقاء الثوار الآن من قوات جيش الفتح وفصائل فتح حلب مع الثوار من داخل مدينة حلب المحاصرة، بعد تفجير عربة مفخخة بأحد مواقع عصابات الأسد، تمكن الثوار من تدمير كل حصون عصابات الأسد. والآن نحن في منطقة الراموسة، بعد قليل سنقوم بجولة في هذه المنطقة. نلتقي هنا مع قادة ميدانيين، الأخ آيات والأخ أبو محمد. المعارك هنا، أين وصلت القوات؟ معنويات الثوار، هل تم التقاء الثوار مع جيش الفتح؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، تمكننا من كسر الخط الأول تبع دفاع الخط الأول للجيش، والحمد لله رب العالمين صرنا على الاستراد الرئيسي تبع النظام، والحمد لله الله صار هو محاصر، وجثث فطائس الخنازير تملأ الأراضي هون الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله بشراكم ما رح نوقف، بإذن الله ما رح نوقف حتى نقيم شرع الله على الأرض بإذن الله. وببشر للشباب اللي شادي حلوي اللي قال اني جهزنا باصات خضر، بقول له جهز الباصات خضر لكم. نحن ما بنركع، نحن شعب من واحد الله، ما دام نحن معنا رب العالمين ما بنسال على حدا، ومنصورين باذن الله ونقيم شرع الله على الارض باذن الله. ابو محمد، اين وصلت القوات حاليا؟ القوات حاليا على مرأى من قوات الأخوة في الطرف الآخر، أمتار تفصلنا عن جيش الفتح. لله الحمد، الأمور جيدة، معنويات مرتفعة جدا، التكبير يملأ المكان، قوات النظام في هروب وفي شتات لا يعلمه إلا الله عز وجل، جسسهم تملأ المكان، المكان ندخل بالتكبير يهربون، معنويات كما ذكرت لك، لا ومنصورين بإذن الله عز وجل، ولن نهزم. الراموسي بعد تحرير معظم أجزاء منطقة الراموسي، وهي المنطقة الفاصلة كانت والتي كانت تحاصر من خلال هذه المنطقة عصابات الأسد مدينة حلب من على بعد أمتار من الكلية الجوية والكلية المدفعية. نلتقي مع قائد الميداني هنا الأخ عمر سلخو. أنا وسهلا بك أخ عمر، مبروك النصر، مبروك الفتح. تكبير يلا. إذن الآن غارات، يعني قصف نظام الأسد، يدعي أنه متواجد في الراموسي ويقصف هذه المنطقة. والله الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الله اليوم كلمنا بالنصر وأخذنا أجزاء ضخمة من الراموسي، والآن نحن على أسوار كلية المدفعية وكلية الجوية، والحمد لله يعني ما لم يبقى بيننا وبين الجيش الفتح سوى شارع رئيسي فقط لا غير، فضل الله. الأخوة لنا اللي خارج الحصار أمثال جيش الفتح وأخوتنا بالجيش الحر تقدموا، هذا التقدم هذا هو اللي خلانا نحن من الداخل إنه نكسر الحصار، فضل الله تعالى. يعني لما اليوم تتوحد الجهود كلها بالطبيعي ينكسر الحصار، مع الرغم كثافة القصف الروسي، يعني صحيح كثافة القصف والمعارك طارية فضل الله تعالى، أما إن شاء الله نحن ثابتين وصامدين. إذن اليوم صار اسمه حلب المحررة وليس حلب المحاصرة. بفضل الله، لو نحن اليوم بدنا نطلع الآن أنا بطلع الآن في طريق عسكري إني أطلع أوصل جيش الفتح، بس بإذن الله ما رح نطلع إلا الله. إذن من على بعد أمتار معنويات الثوار تعانق السماء، واشتباكات الآن تجري لتأمين هذه المنطقة بشكل كامل وتحرير البوابة الجنوبية لمدينة حلب بشكل كامل بإذن الله تعالى. وخلال دقائق أو ساعات ربما سنلتقي وتتعانق الرايات وتتعانق البنادق مع جيش الفتح بإذن الله تعالى.